السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، أهلا وسهلا بكم في الحصة الثالثة من مسرحية هكذا لقي الله عمر، حتى نجيب على أسئلة الدرس. طبعا إن شاء الله من كتاب من مصدر التعلم سنجيب عن صفحة 87 88 89، فتابعوني. نجيب عن أسئلة الفهم والتحليل واللغة. نوع المسرحية هو تاريخي والمخاطب في ويلك يا ابن عبد الملك هو مسيلمة، والسؤال الثالث هو قول عمر لفاطمة هل لك أن تحليني من كل حق لك، عليك أن تسامحه عن كل ذنب اقترفه بحقك. السؤال الثاني الذي كان موجود في مع الخليفة عمر بن عبد العزيز زوجه فاطمة وأخوها مسلمة بن عبد الملك. السؤال الثالث، من الذي كان يضع الحساء للأمير؟ هي زوجه فاطمة وخادمه غصن. الآن نأتي إلى السؤال الرابع، بدأ عليه الهجوم. معنى كلمة الهجوم هو الصمت والسكوت من غضب أو خوف. السؤال الخامس، نهاهما الخليفة عمر بن عبد العزيز لزوجه فاطمة ومسلمة عن الاتهام أو التلميح أمام حسين بذلك، خوفا من أن يركبه من جراء ذلك الخوف. السؤال السادس، أمر بأن يكون وحده مع حسين وأخيه وطمأنه قائلا لا تخف، وطلب أن يدنو منه أن يقترب منه. السؤال السابع، لماذا لم يتكلم الخليفة عندما مع علمه بأن حسين هو الذي وضع له السم في الحساء، وذلك لمحبته له وإشفاقه عليه من عذاب يوم القيامة. ثم نأتي للسؤال الثامن، ماذا طلب الخليفة من خادمه غصين؟ أن يذهب ويقبض النقود ممن كلفه بدس السم للخليفة عمر. السؤال التاسع، الآن ماذا طلب من زوج فاطمة؟ أن تسترد حليها وجواهرها التي أودعت في بيت مال المسلمين. السؤال العاشر، ما هي المطالب التي طلبها الخليفة وهو يحتضن؟ قال أن تودع السرة سبق وقمنا بتعريفها، وهي عبارة عن قطعة من القماش توضع بها بعض الأشياء التي جاء بها حسين في بيت مال المسلمين، والسرة كانت تحتوي على 1000 دينار. والطلب الثاني، أن تسامحه زوجه فاطمة على أي خطأ أو تقصير منه نحوها. ثم نأتي إلى الجزء الثاني من الأسئلة وهي المفكر. المكان طبعا في المسرحية هو واحد، بيت الخليفة، والزمان كان قديم على زمن الدولة الأموية، والشخصيات هي كانت حقيقية لأن أصلا هذه المسرحية هي حقيقية، والأحداث كانت جميعها مترابطة ومتسلسلة، والخاتمة كانت محددة. السؤال الثاني، أين تكون العقدة أو التأزم في القصة عندما اعترف حسين بدس السم للخليفة وسمعه مسلمة وزوج الخليفة فاطمة؟ السؤال الثالث يقول الآن، طبعاً هنا عبارة عن صور تشبيهية، فالصورة الأولى شبه شرب الخليفة طبعاً للحساء المسموم بالرصاص الدائم، وذلك من شدة الألم أثناء شربه لذلك. ثانيا، شبه الخوف الذي كان ينتاب قصير بالشيء المادي من شدة قلقه عليه، من شدة قلقه على الخليفة. ثم نأتي إلى السؤال الرابع، السؤال الرابع يقول طبعا عندما عفى، طبعا هون من الأخلاقيات
السماحة ظهرت عندما عفى عن حصين بالرغم من معرفته بدس السم له بالحسن. السؤال الخامس، الآن نستخرج من المسرحية ما يتفق ومعنى البيت الشعري الآتي: فاقنع ولا تطمع فلا شيء يشين سوى الطمع. إنه قاد الطمع الخائن حصينا لدس السم للخليفة الذي كان يرعاه ويحبه، طمعا في مكافأة مالية من بعضها 1000 دينار. الآن بالنسبة لصفتين من صفات زوج فاطمة زوج الأمير هي الورع والوفاء. السؤال السابع يدل على الجانب الأخلاقي المتسامح لهذا الخليفة الذي لا نجده إلا في صفوة الصحابة والصالحين. والسؤال الثامن، عندما تهلل وجه الخليفة بالبشر لرؤيته وجوها ليست وجوه إنس ولا جان، دلالة على ورعه وتقواه وقوة إيمانه بالله. طبعا السؤال التاسع متروك للطالبات، اللي هو: لو كان أحدنا مكان الخليفة كيف يتصرف؟ الآن آخر شيء اللغة. طبعا مرادف كلمة يظفر في جملة يظفر الدم من عينيه، أي معناها يتدفق. الجملة الموجودة في باء: لا أحد يسقي أمير المؤمنين غيري وغير حصين خادمه. طبعا هنا أسلوب تام غير موجب، تام منفي. يعود اسم الإشارة على لعل أحدا دفعه إلى ذلك يا أمير المؤمنين، إلى دس السم. نوع المنادى في يا مسلمة منادى على مفرد. الآن يطلب منا أن نقوم باستخراج بعض الأساليب الإنشائية مثل الاستفهام، طبعا وهي كثيرة ولكن أنا اخترت جزء منها: ألا تذكر يا أمير المؤمنين من أسقاك الحساب؟ الدعاء: اللهم اغفر لعبدك حصين واغفر لعبدك عمر. الشرط: إن مت فلن يعطوها لك، وما كنت لأكلمك لولا محبتي لك. القسم: بلى والله يا أميرة المؤمنين، والله لا يعزيني عن باطل الدنيا أن من أهلي وولدي من أرجو أن يشفع لي يوم القيامة بصلاحه وتقواه. إلى هنا نكون طلاب وطالبات الأعزاء قد انتهينا من درس هكذا لقي الله عمر. أرجو منكم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.